أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. الهيئة نت ميليشيات حكومية تعتدي بالضرب والطعن على معتصمات في ساحة التحرير وسط بغداد. الزمان، تصعيد احتجاجي في بغداد والناصرية عقب اعتداءات جديدة على المتظاهرين. العرب اللندنية، إيران ترتب لمصالحة الصدر والمالكي لتقوية حلفائها في وجه انتفاضة العراق. المدى، كتل سياسية تؤخر قانوني الانتخابات والموازنة لتأجيل الاقتراع المبكر. صحيفة البصائر، حقوق الإنسان توثق 50 حالة اختطاف وتحذر من تشريد الفلسطينيين في بغداد. الشرق الأوسط، ترامب يدعو مجلس الشيوخ لرفض قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. القدس العربي، مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. ننتقل من العناوين إلى المقالات، ونبدأ بمقال للكاتب جهاد بشير الذي نشرته صحيفة البصائر، كان في متنه: صفعة قوية تلك التي وجهتها ساحات ثورة تشرين للنظام السياسي القائم حاليا في العراق، الذي تواطأ مجددا على اختيار شخصية يراد منها أن تكون واجهة لترقيع حكومة بغداد بعدما فشلت أكثر من أي وقت مضى في تحقيق ما يتصور أنها قادرة عليه. كما أضاف الكاتب أن حكومة الاحتلال السابعة لم تلقى دعما كافيا من مؤسسيها، لأنها ظهرت غير مؤهلة للمرحلة الحالية لأسباب واعتبارات كثيرة. حينما تفجرت ثورة تشرين من حيث لم تحتسب أحزاب السلطة، وغزت الجماهير العراقية ساحات التظاهر وميادين الاحتجاج، أمست مبررات المؤسسين للإطاحة بالحكومة البالية جلية وواضحة في إخفاق متجدد يدين قواعد العملية السياسية من الأساس التي رضيت بتكوين حكومة لم تحظى بالشرعية القانونية، لأنها خرجت من انتخابات لم يتعاطى العراقيون معها بغير المقاطعة والرفض. وبعد موجة من المناكفات والشد والجذب بين الأدوات التنفيذية للمشهد السياسي العراقي، توافق الطرفان الإقليمي والدولي على اختيار شخصية لتحل محل رئيس الحكومة الذي استقال تحت ضغط الجماهير. المرشح الجديد وضع خطوته الأولى على جرف هار يحسبه أرضاً صلبة يثبت عليها لينطلق، فسقط عند نقطة البداية عندما زعم أن ساحات الثورة تدعمه وأنه يحظى بتأييد المتظاهرين قبل أن يأتيه الرد برفض مصحوب بمطالب عالية السقف وتصعيد في الفعاليات الثورية غير مسبوقة. ولم تألفه ثورة تشرين حتى في ذروة المواجهات مع الأجهزة الحكومية والميليشيات في الأسابيع الأولى من انطلاقتها. كشفت محاولات ترقيع حكومة بغداد مزيداً من الحقائق، فقد أزاح تيار الصدر قناعه الشفاف الذي طالما حاول خداع الجماهير به، وانقلب مرتداً على الثورة وشبابها، مسخراً ميليشياته لممارسة القمع والكبت وإرغام شباب المظاهرات على إيقافها. الكاتب يقول إن جميع التصورات والمفاهيم التي كانت تدور في أذهان أحزاب السلطة الحكومية بأن إجراء تعديل شكلي في نمط الحكومة قد يخفف من زخم الحراك الثوري في العراق قد سقطت، وإذا بها تفاجأ بالرد الحازم الذي يبديه شباب الثورة وطلبتها وناشطوها ومن خلفهم قواها العشائرية، ليقول الجميع بلسان الحال قبل المقال إن محاولات الترقيع فاشلة ومناورات التصحيح المزعوم لا تلبي طموحات الجماهير. ننتقل إلى صحيفة العرب الجديد التي وجدنا فيها مقالا لعبد اللطيف السعدون، والذي كتب فيه:
بين تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة والإعلان المنتظر للتشكيلة الوزارية 30 يوما بحسب الدستور بنهاراتها ولياليها، ولكنها تعد في حساب كثيرين عارفين بحال العراق وأهله وقتا ضائعا، لأنها لا تعد باجتراح خرق في المشهد السياسي الماثل نتيجة أن حالة الرئيس المكلف لا تفي الشروط التي وضعها شباب الثورة لرئيس جديد. علاوي هو ابن العملية السياسية التي هندسها الأمريكيون، وقد تسلم منصب وزير أكثر من مرة ولم يقدم إنجازاً يحسب له، وسجلت ضده في أثناء تسلمه المسؤولية شبهات استغلال وفساد. كل هذا وضعه في خانة الرفض المطلق من المنتفضين، ما حمل كثيرين على توقع أن تولد حكومته وهي بحكم المستقيلة أو الميتة. وإزاء هذه الضبابية في المشهد السياسي، ثمة من يستغل الوقت الضائع لتمرير ما يريده من أجندة وما يسعى إلى تحقيقه من أهداف، وقد طفت على السطح عديد فتن ومكائد ساهم فيها لاعبون رئيسيون من داخل العراق ومن خارجه أيضاً، بما يوحي أن حالة تخبط وحيرة تتملكهم جميعاً. ولأن الوقت الضائع عائم، يسمح بعبور عديد من مخططات هامة من دون إثارة ضجيج كثير حولها، فقد قفزت إلى الواجهات حكايات تأسيس أقاليم تتمتع بقدر من الاستقلالية التي تضمن تحقيق تطلعات سياسيين ورجال أعمال فقدوا تأثيرهم ونفوذهم لهذا السبب أو ذاك، وجعلوا من أنفسهم حصان طروادة لقوى دولية وإقليمية تسعى إلى تقسيم العراق وتفتيته. وقد شهدت أكثر من عاصمة اجتماعات ولقاءات سرية للتنسيق والتشاور بشأن تلك المخططات التي يرى بعضهم أن الوقت قد حان لوضعها موضع التنفيذ العملي. ويرى الكاتب أنه وبانتظار ظهور الدخان الأبيض في سماء المنطقة الخضراء، يشعر شباب الانتفاضة أن استمرار وجودهم في الساحات هو الضمانة الوحيدة لمواجهة تلك الفتن والمكائد، مهما أعطوا من تضحيات وصولا إلى الانتصار في نهاية المطاف. وجدنا في صحيفة العرب اللندنية مقالا كانت بدايته جميلة، حيث قال الكاتب زهير قصيباتي: بداهة لم تعد سياسة التذاكر التي تناور بها إيران تخدع أحد، بداهة أيضا أن لا خيط ولو رفيع بين أهدافها وتحرك أدواتها أو تحريكها كلما أرادت تسجيل هدف ينسجم مع مشاريعها، رغم ما ألحقته بها العقوبات الأمريكية. ويسترسل قصيباتي في كلماته: إنما يثير الصدمة هو الإصرار على الخداع وتوهم الغباء لدى كل الذين دفعوا أثمانا باهظة لنهج إيران الساعي إلى إمبراطورية خط المقاومة من طهران إلى بغداد ثم دمشق وبيروت. واضح أن الرهان في طهران ما زال على سحب واشنطن قواتها من العراق طوعا أو بالقوة كما يتوعد علي أكبر ولايتي. الأكيد أيضا أن ترويج أنباء عن بدء الانسحاب الأمريكي ما هو إلا تكتيك إيراني لتذكير السلطة العراقية بأن عليها تنفيذ تبني الكتل الشيعية في البرلمان قرار إخراج تلك القوات كثمن لمقتل القائد سليماني الذي لم يكن يسعى سوى إلى الاستقرار والهدوء في المنطقة. العبارة لروحاني نفسه الذي يتوهم أن شعوب المنطقة تناست ما فعله قائد الفيلق لزرع ميليشيات تفكك دولاً أو تستبيح دماء مدنيين كما تفعل في العراق واليمن. هي صدمة أن يتحول سليماني إلى رجل سلام؟ وما يداني الصدمة وجهها الثاني العراقي الذي بات يمثله بامتياز مقتدى الصدر زعيم تحالف سائرون، إذ يسير بالعراقيين إلى مزيد من المذابح، وهو تارة يتضامن مع الثوار
وتارة يغزو ساحاتهم، إنما من أجل تنظيفها، تنظيف ساحات الشهداء، عبارة لم تعد تبطن شيئاً بعد كل ما أفصح عنه من يدعي الحرص على سيادة العراق ورفض التدخلات الأجنبية. كانت تدخلات إيران ووصايتها عراقية، كأن مقتدى لم يعي درس الثورة التي نادت بخروج الإيراني والأمريكي. الكاتب يضيف أن ولايتي يقاوم وسليماني رجل سلام ومقتدى الصدر ينظف، لكن كل ما يقوله المنتفضون في العراق إن ساعة الحقيقة حانت، وإن إعادتها إلى الوراء على عقارب إيرانية باتت مكلفة جدا لطهران وأدواتها. عن معاناة النازحين في المخيمات وسط البرد القارس، كتب سامي الزبيدي في صحيفة الزمان مقالا يقول فيه: إن معاناة النازحين لا يشعر بها إلا هم ومن يمتلك ضميرا حيا، ولكن هذه المعاناة لا تحرك ضمائر سياسي الصدفة وأحزاب السلطة الذين يبحثون بل يلهثون فقط وراء امتيازاتهم ومكاسبهم المادية والمعنوية، تاركين شريحة من أبناء هذا الشعب المبتلى والمظلوم في مأساة حقيقية ومعاناة ما بعدها معاناة. في كل شتاء يعيش النازحون مأساة ما بعدها مأساة، فتارة تؤذيهم الأمطار وتغرق خيامهم، وتارة أخرى تحاصرهم الثلوج ويؤذيهم البرد الشديد فيمرض أطفالهم ونساؤهم وشيوخهم، وهكذا هو حالهم، مأساة تتجدد سنة بعد أخرى بعد أن باتت المصالح والصراعات والمزايدات السياسية والحزبية حائلاً دون عودتهم إلى مناطقهم، فأصبحوا ضحية ثلاث مرات: مرة لداعش، وثانية للظروف الجوية، وثالثة للصراعات والمصالح الحزبية، حتى رضوا بنصيبهم بعد أن أهملتهم وزادت معاناتهم كل الحكومات السابقة، من حكومة العبادي إلى حكومة عبد المهدي التي أهملتهم بشكل كبير. وأحزاب السلطة لا تريد لمزايدات سياسية وطائفية إنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى مناطقهم ومدنهم، ولا إنصافهم وتقديم المساعدات الإنسانية والمالية والطبية لهم، وها هم يعانون الأمرين في موجة الصقيع الحالية، حيث درجات الحرارة دون الصفر، وحيث الثلوج والبرد القارس اللذان يهددان حياتهم، دون أن تبادر حكومة تصريف الأعمال إلى إعانتهم بمواد التدفئة والوقود والبطانيات، خصوصاً وأن موجة الصقيع هذه التي تم الإعلان عنها من قبل الأرصاد الجوية قبل عدة أيام. الكاتب يختتم مقالته قائلاً إن الحكومة وأحزاب السلطة لا تهمهم معاناة النازحين، فهم مشغولون بكيفية تشكيل حكومة الطوارئ وما هي حصص كل حزب وكتلة فيها، وما يقولونه في وسائل الإعلام عن عدم رغبتهم بالحصول على حقائب وزارية غير ما يقال ويدور في الغرف المظلمة من صفقات واتفاقات تضمن المكاسب والامتيازات الشخصية والحزبية والطائفية، ومشغولين كذلك في كيفية إخماد ثورة الشعب التي تهدد مصالح ووجودهم. وفي صحيفة الشرق الأوسط كتب حسام عيتاني: مثل عرس دبر على عجل تداركا للفضيحة، رتبت السلطة اللبنانية جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب وسط إجراءات أمنية صارمة وانتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة التي أمنت انتقال النواب إلى مقر المجلس لتجنب اصطدام هؤلاء مع المحتجين. لكن الكاتب يرى أن هذه الإجراءات والحشود العسكرية والعنف المفرط في مواجهة شباب ثائر وصولاً إلى النجاح في تأمين النصاب الدستوري ومنح الثقة أمور لا ينبغي أن تحجب عمق الأزمة الذي بلغه اليوم لبنان.
ليست أهمية جلسة الثقة يوم الثلاثاء 11 من فبراير شباط الحالي في نجاحها في تمديد عمر النظام بضعة أشهر إضافية قبل أن يلقى مصيره المحتوم في الشارع، بل في مشهديتها المأساوية كمسرحية تعلن موت جماعة سياسية وأسلوب حكم ورؤية إلى لبنان لم تعد تملك كلها ما يبرر وجودها غير القوة التي تزداد عرياً وصراحة. ومنضمام الأحزاب التي شكلت قوى 14 من آذار الآفلة، أي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، إلى جلسة الثقة بتبريرات وذرائع مختلفة سوى تأكيد على وحدة الجماعات السياسية التقليدية في انضوائها إلى الدولة الغنائمية، حيث لا معنى للانتماء إلا بقدر ما تقدم الدولة للمنتمي من أسلاب وأنفال وخراج. بكلمات ثانية، قد تكون جلسة الثقة بحكومة دياب هي ورقة النعي الرسمية لنظام الزعماء أو الأعيان، بعبارة المؤرخ ألبرت حوراني الذي حكم لبنان منذ زمن القائم مقاميتين أواسط القرن 19، المستند إلى زعامات عائلة لا رؤى ولا هموم لها باستثناء استمرار سيطرتها على جمهورها والحفاظ على امتيازاتها ولو من خلال زج مؤيديها في صراعات دموية. وبحسب الكاتب، فإن الجانب الهزلي من نهاية نظام الأعيان الطائفيين هذا يبرز في قصر نظر أو في قصر نظر القائمين على السلطة في لبنان وإخفاقهم الناجم عن الجشع الخالص في إدراك استحالة استمرار النظام الذي هدموا أسسه بفسادهم على تحمل المزيد من أعباء سرقاتهم اليومية لموارد الدولة والمال العام. لقد قطعوا الغصن الذي كانوا يجلسون عليه بإصرارهم على سياسات كيدية وقليلة الذكاء كبيرة الأذى. نشرت صحيفة تايمز البريطانية مقالا تتحدث فيه عن مأساة اللاجئين المتجددة في سوريا، تقول فيه إن ما نراه في إدلب اليوم هو ثمن تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك في سوريا. وتضيف الصحيفة أن الحرب في سوريا تدخل عامها التاسع وهي من سيء إلى أسوأ، فالروس يدعمون هجوما على إدلب أحد آخر معاقل المعارضة المسلحة، وقد نزح نحو مليون سوري من مناطقهم نتيجة الحرب وسيتبعهم آلاف آخرون. الصحيفة تحذر من أن الاتفاق الهش الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تركيا بهدف استضافة اللاجئين السوريين قد ينهار بين لحظة وأخرى، فإدلب واحدة من مناطق التهدئة الأربع المتفق عليها بين سوريا وتركيا في 2017. وترى الصحيفة أن احتمالات المواجهة بين روسيا وتركيا واردة، وإن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر بياناً تصالحياً عندما قال إنه يواصل العمل مع الرئيس رجب طيب إردوغان بشروط الاتفاق بينهما. لكن الكارثة في إدلب اليوم مستمرة، فقصف المباني العامة يدفع المدنيين إلى الهرب في البرد الشديد، وسينتهي الأمر بموجات من الباحثين عن اللجوء في أوروبا. وقد هدد إردوغان أكثر من مرة بفتح الطريق شمالاً أمام اللاجئين الهاربين من سوريا، كما تعهد بوتين بالسماح بعودة اللاجئين إلى سوريا إذا اعترف الاتحاد الأوروبي بشرعية نظام بشار الأسد. وهذا تعهد لا يمكن للرئيس بوتين أن يلتزم به، لأن الأسد لا يريد عودة بعض اللاجئين إلى سوريا. وتشير الصحيفة إلى أن على حلف الناتو أن يقرر إذا كان سيستجيب لطلب وزير الدفاع التركي خلوص أكار بالتدخل في وقت أدان فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجوم على القوات التركية الحليفة. لكن هذا لا يعني حسب التايمز أن تدخل الناتو قادم، ففي عام 2012 نصب الحلف 6 بطاريات صواريخ على الحدود بين تركيا وسوريا، ولكنه أزالها في عام 2015 ضد رغبة أنقرة. وتقول الصحيفة إن لكل تحرك عسكري ثمن، ولكن سوريا بيّنت أن عدم التحرك العسكري له ثمن أيضا يدفعه الآن أهالي إدلب.
خلصت دراسة جديدة إلى أن الإنسان يقضي نحو 7994 ساعة من حياته في الندم على قرارات يعتقد أنها كانت ستجعله أكثر سعادة وأفضل حالا. صحيفة الأهرام المصرية ذكرت أن الإنسان العادي يقضي 110 ساعات سنويا للندم على قرارات، أي ما يعادل 500 يوم عمل طوال حياته. وتشمل القرارات التي يشعر الإنسان بالندم عليها اختيار مسيرة مهنية خاطئة، أو الانفصال عن الرفيق في الحياة، أو عدم السفر بصورة أكثر عندما كان شابا. وغالبا ما تكون الأمور التي يفعلها الإنسان هي ما تسبب له الألم، حيث قال 79% مما شملهم الاستطلاع إنهم كانوا يرغبون في أن يكونوا أكثر جرأة في اتخاذ القرارات. وأظهر الاستطلاع أن 29% منهم يعتقدون أنهم كانوا سيشعرون بسعادة أكبر في حال لو تحلوا بمزيد من الشجاعة في اتخاذ قراراتهم. أما 37% اعتقدوا أن الجرأة في اتخاذ القرارات كانت ستجعلهم أكثر ثراء. ننتقل إلى بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. برنامج صدى الأقلام انتهى مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، في أمان الله.